ألف صحة. شكرا يا فريد على العزيمة، عن جد ما كان في داعي. على شو عم تشكريني؟ أنت ما خصك. هاي العزيمة كلها على شرف أسمهان. لازم تبلش تتعودي على الاسم يا أمل. الآن نقدم لكم النجمة الصاعدة والصوت الشامي الساحر، الأميرة أسمهان الأطرش. إيه أسمهان إيه؟ الأطرش اسمها في إيه؟ ما تجيبش زلت العيلة خالص. خلاص بقى يا فريد، نقطنا بسكتك دلوقتي عشان خاطرك أنت بس يا أمال. طب أنت شو عملتي؟ عم تحضري حالي؟ شوفي، هذه شركة كولومبيا مشكلة كبيرة. صحيح دعوكي للتسجيل، بس مش معناتها أنه قبلوكي. أنت بالنسبة لهم لا أم كلثوم ولا عبد الوهاب، أنت بنت مبتدئة. خبروكي أنه عندك امتحان؟ ما أنا بتدرب كل يوم مع فريد يا عم. عظيم، بس هيدا الشيء ما بيكفي. يعني أعمل إيه تاني؟ أنت عارفة شكل الامتحان؟ لا. امتحانات المدرسة لعبة قدام الامتحان هيدا. إزاي يعني؟ عمو فريد، الله يخلي لي إياك لا تخوف البنت، هي أصلاً مش ناقصة. أنا مش عم خوفها، أنا عم خليها تستعد. ماما حبيبتي، عمو فريد ما قصده يخوفك، هو بس بده ينبهك، بده اياك تديري بالك على حالك وتتدربي اكثر. طيب والحل؟ اعملي ايه؟ شوفي، صار لازم نخصص لك معهد لك تتعلمي فيه كل شيء، ومعك وقت تتعلمي كل شيء. وانا رح احكي من جهتي مع داود حسني والاصبجي وزكريا احمد، ورح يكون عندك اهم اساتذه بمصر كلها. وانا مستعد اعمل اي حاجه. اوه كده خلاص، بعتيني اوام استاذك الاصلي ما عادش ينفع. معلش يا فريد، بالضروره احكام. وامتى حد؟ اقرب وقت من بكره. والناس دي ما عندهاش حاجه يعني غير تعلم اختي المزيكا؟ ما تخاف، شوي من عندي وشوي من عند الست عليا بيمشي. كيف يعني؟ يعني كم اكله شاميه وبيروتيه من ايديك بيخدموا القضيه. قضيه؟ هلا مش معتبره انه اسمهان رح تكون قضيه؟ طبعا، ليش في اهم منها قضيه؟ اتفقنا. مع انه شاكه بهالقصه، لانه عم تعملها كلها مشان العزيمه، مشتهي التبوله والبغنوج والحمص والبنيه والمحمره والحمص بطحينه. كفي قولي، شفتوا بقى اللفه الطويله دي كلها ليه؟ عمو فريد غصن اشتاق في مصر للاكل الشامي.